تبذير قلنا بشيء اخر. اقول لغز. الاسراف في الطعام والشراب، ها تفضل. لا 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 تقول اللغز، قل سؤالنا الان يلا، بعدين لغزك لا تنكشف، ها ترى في جائزه. يلا. الاسراف. ايوه. اننا يعني مثلا انت رايح مت رايح. ايوه. وبعدين نسيت تتوضا، قيت حمام حلو في حديقه. يوم ما رحت الحمام توضيت. هذه صارت قصه. لا حلو. لا حلو طيب. تدري تدري رواد رواد تدري شو يقول؟ ما قفلت المويه. تدري تفضل كمل كمل خلاص. تدري والتبذير اننا نجعل الشيء يبقى متواصل وما يوقف. يا سلام. جيد والله. شوف والله ممتاز. انا يعجبني الواحد الجريء اللي يشارك مهما كان مشارك، حتى بالفصل عندي زمان فصل لا اله الا الله. طيب معليش انا بوضح، التبذير في المال، لو ريال حرام، لو ريال حرام يعتبر تبذير. واحد جاء اشترى مثلا دخان تدخين دخن، هذا يعتبر تبذير لانه دخل في ايش؟ حرام، في المال، دفع فلوس للحرام. اما الاسراف وتجاوز الحد في الحلال، تجاوز الحد في الحلال كيف يعني؟ بالطعام، تعدى زي ما قال، سوى وليمه لثلاث اشخاص وحط ذبيحه كامله، ثم بقيه الطعام ما تصرف فيه، هو مسؤول امام الله عنه، فلا يجوز الاسراف. الرسول كان يتوضا في قدر معين ذكر في السنه، يتوضا بكم؟ انا ها لحظه فواد. أجل؟ يتوضأ. تفضل يا رواد. الرسول هو يتوضأ عندك خيارين، يا بكون ماء ولا يفتح صنبور. والله جبتني سؤال والله قوي يا عبد الرحمن. يا رواد رواد مو كذا السؤال ترى، بس حلو حلو يعني محاولة جيدة. القدر اللي يتوضأ. شيل يدك على المايك الصوت. طيب شوف 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 يا أنس، كان يتوضأ بالمد، تعرف المد إيش؟ زي ما قال زي ما قال رواد، تقريبا مثل العلبة هذه. المد أول قديما هو الصغير اللي صاع ثلاث أمداد. المد يعني لو وضعت يدينك بهذا الشكل، واضح عندي بالكاميرا؟ هذا مد. لو حطيت ثلاث مرات هذا صاع، كان يغتسل بالصاع. مر عليك الحديث يا أنس؟ كان يغتسل بالصاع. أعد أعد مرة ثانية. كان يتوضأ بالمد وكان يغتسل بالصاع يعني معناه ما في إسراف. شكرا يا أنس، تحية لأنس.